أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول هذا السائل السائلة: هل يجوز لي أن أخرج العضد بالصيف لشدة الحر عند المحارم النساء الذي لا يخاف منهم الفتنة، والنساء هم أقربائي، وهل يجوز إخراج قليل من الساق عندهم؟ لا، المرأة تتحفظ، ما تبدي إلا ما جرت العادة بكشفه عند النساء وعند المحارم من الوجه والكفين والقدمين، ما جرت العادة بكشفه. وأما الحر فهناك وسائل التبريد، استعمل وسائل التبريد وهي متيسرة ولله الحمد في هذا الوقت. نعم.